بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الخاطرة السباعية 65 بعد 100 لأستاذنا الدكتور مصطفى السباعي عليه من الله شآبيب الرحمة والرضوى. تفضل سيدنا. العنوان أصناف الإخوان. قال الإخوان 3: أخ تتزين به، وأخ تستفيد منه، وأخ تستند إليه. فإذا ظفرت بمثل هذا فلا تفرط فيه، فقد لا تجد غيره. يعني الدكتور السباعي ذكرني الآن ببيت من الشعر أحفظه في الإخوة، الصداقة، الأخوة في الله. قال: إذا صفى لك في زمانك واحد، فنعم الزمان ونعم ذاك الواحد. يعني إذا صفى لك يا رامز بزمانك أخ واحد، فنعم هذا. يا شيخ أبو اليسر، قل له للشيخ اللي قدامك عم نعطي درس. إذا صفى لك في زمانك واحد، فنعم الزمان ونعم ذاك الواحد. ليش قال الشاعر هذا الكلام؟ قال: لأنه قد يعيش الإنسان ويمر بحياة طويلة قد تتجاوز 100، ويموت ولا يجد في حياته أخا يصفو له، يحبه لله، يخلص المحبة معه لله. طيب من هذا هو الصديق الأخ يعني الذي يصفو لأخيه؟ قال: صديقي من يقاسمني همومي. هي أول واحدة، الأخ في الله اللي أنت عم يتكلم عنه الشيخ السباعي، ولا سنأتي على شرح ما قال: صديقي من يقاسمني همومي، ويرمي بالعداوة من رماني، ويحفظني إذا ما غبت عنه. لما أنا بغيب مو بحط حطني على المقلاية وبلش يستغيبني، أو بيجي واحد بيحكي عليك فبيجي بيقول له إيه وأكتر، أنت ما بتعرف، أنا اللي بعرفه، أنا اللي عاشرته. بلش بقى مثل ما بيقولوا ينتف ريش صاحبه. صديقي من يقاسمني همومي، ويرمي بالعداوة من رماني، ويحفظني إذا ما غبت عنه، وأرجوه لنائبة الزمان. أيام الإنسان ليست واحدة، فيها حلو وفيها مر. فعندما تأتي الأيام المرة، الأيام القاسية، هذا الإنسان تستند إليه. لذلك الشيخ السباعي ماذا قال؟ قسم الإخوان. الإخوان مو الجماعة، عم يحكي هو عن الإخوة في الله. كلمة أخ تجمع على، في عندنا جمع التكسير أصناف يعني أكثر من جمع، ففي يجمع على إخوان ويجمع على إخوة وهكذا. قال الإخوان 3: أخ تتزين به. يعني في أخ يعني ما عنده قدرة يخدمك، ولا عنده علم يعطيك إياه، ولا في شيء أبدا، لكن أخلاق عالية، أخلاق كريمة. فإذا مشيت بين الناس قول: والله أنا صاحب الشيخ أبو اليسر. أنا الشيخ أبو اليسر متعلم منه يعني، بس مثلا أنا عم بحكي والله صاحب الشيخ وليد، انتبهنا. إيه هذا أخ تتزين به. قد لا يملك المال، لا يملك العلم، قد أنا أقول لا يملك المال ولا يملك العلم ولا يملك شيء، لكن أنت بمجرد أن تضع يدك في يده وتسير بين الناس، فعلا هو هيئة ووجه وإنسان صافي وإنسان صادق. فهذا النوع الأول من الناس، الأخ الذي إذا سرت معه تتزين به، تعلو به، يعني تشرف أن فلان صاحبي. لأنه يعني قالوا: قل لي من تصاحب، أقول لك من أنت. والله واحد عم يمشي مع صديق ما بيترك مدارس البنات مشان يلطش للبنات. لا هون بتركيا كله مختلط الحمد لله، لما كنا بالشام هيك يعني. فأنت ماشي معه خلاص أنت مثله. واحد ماشي مع صديق نسأل الله العفو والعافية ما بيطلع من مكان المعاصي، إذا أنت قلت له حتى لو قلت لي أنا ما بروح معه، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. أما أنت ماشي مع رجل صوام قوام، مع رجل متواضع، مع رجل
هذا القسم في الأول تتزين به، لكن قل لي من تصاحب أقول لك من أنت بغض النظر عن الصنف. قال وأخ تستفيد منه، في أخ ما عنده علم، عفوا ما عنده يعني قد ما يكون معروف، لكن تذهب إليه وتنتفع على يديه، تقرأ لغة عربية، تقرأ فقه، تقرأ أي شيء. بعض شيوخنا كانوا مغمورين ومع ذلك نتزينوا بهم، لكن أنا عم أفصل هي عن هي، أنت أنا مغمور، لكن إذا جلست إليه انتفعت منه، إما انتفعت من نصيحة وإما انتفعت من علم، يعني إما علم في من علوم الآخرة وإما علم من علوم الدنيا التي توصلك إلى الآخرة، أي شيء أي شيء. مرة جلسنا مع الشيخ الشاغوري الله يرحمه، بيعرفه الشيخ أبو اليسر، فرحنا زرناه بالعيد، فنحن كانوا يبعثونا مشايخنا ندور على أهل العلم بالعيد وناخذ نطلب من كل واحد نصيحة. فيمكن ذكرت لكم يا أي مرة اسمه نعم فقال له دلني على نصيحة، قال له أكثر من الإخوان، أكثر من الإخوان يعني من الصحبة، من الناس الطيبة. يعني أنت لما بتصاحب هلأ جاي على المركز كل هدول جايين يقولوا القرآن، فأنت ما حتلاقي من بيناتهم إلا الطيبين، نادرا ما واحد يشز، نسأل الله العفو والعافية. وكل ما بتنقيه يعني بنقى أكثر هيك، في ميزات أكثر، هذا أعظم. إذا الصنف الأول أخ تتزين به، الصنف الثاني أخ تستفيد منه، علم أو نصيحة أو تذكير بالله. الصنف الثالث أخ تستند إليه، في إنسان الله أعطاه مال وأعطاه حب لخدمة الناس، عند الجد عند ما لا سمح الله بيقع الإنسان، بتلاقي هذا الإنسان بدق بابه بوقف على رجله يعيدك على ما كان. فهذا الأخ واحد من ثلاثة، فإذا حظيت بأخ تتزين به من أهل الفضل من أهل التقوى والصلاح، أو أخ تستفيد منه في علم أو يذكرك بالله، أو أخ تستند إليه ويحفظني إذا ما غبت عنه وأرجوه لنائبة الزمان، قال فإذا ظفرت بمثل هذا فلا تفرط فيه فقد لا تجد غيره. إذا صفى لك في زمانك واحد فنعم الزمان ونعم ذاك الواحد. ليه؟ لأنه قد لا يصفو لك في زمانك ولا حتى واحد. ما تظن أنه يعني هذا شيء بسيط، وهذا توفيق من الله، وهذا لا يأتي إلا في بيوت الله غالبا، ولا يأتي إلا في الأماكن اللي 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 يعني تجتمع فيها على مائدة القرآن ومائدة طاعة الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.